لتحميل برنامج إيبروب يرجى الذهاب إلى صفحة ساينس بيم على شبكة الإنترنت، ثم التوجه إلى قائمة داونلود، ثم اختيار سوفتوير. تظهر الصفحة، اضغط على داونلود the last version of إيبروب. قم بفتح المجلد المضغوط، ثم اختر Setup MSR، واختر Next، ثم اختر الاستعمال الذي يلائمك، نورو فيدباك بايو فيدباك أو نورو ساينس ريسيرش أو هوسبيتال EEG، ثم واصل مراحل التنصيب. اضغط على Next Next، ثم اختر المجلد الذي ستقوم بتنصيب البرنامج به، واضغط على Next. البرنامج خفيف وسريع التنصيب، ثم تابع تنصيب أدوب فلاش بلاير. عندما يصل إلى 100% اضغط على دون، ثم اضغط على كويت. أغلق هذه النافذة. ثم اضغط على كلوز. تكون عملية التنصيب قد تمت بنجاح. قم بفتح البرنامج، وفي المرة الأولى التي تفتح فيها البرنامج ستظهر لك رسالة تفيد بأنه لم يتم التسجيل. أغلق الرسالة واذهب إلى قائمة Help واختر About إيبروب، ثم سيظهر لك الرقم التسلسلي. قم بإرساله إلى الشركة ساينس بيم، وسترسل لك الشركة الرمز الذي تقوم بإدخاله، وسوف يتم تفعيل البرنامج. خوذة تسجيل EEG مصنوعة من السيليكون المرن، وهي متوفرة بثلاثة أحجام، صغير، متوسط وكبير. تم توزيع نقاط تثبيت الإلكترودات حسب مواصفات 10-20، كما أن هذه الإلكترودات مصنوعة بشكل كلي من الفضة. القسم الخلفي من الخوذة يحتوي على ثلاثة أسلاك، السلك 1، السلك 2، والسلك 3. هذا ويحتوي الجزء الخلفي على ثلاث إلكترودات إضافية مماثلة للإلكترودات التي ذكرناها، ويمكن استعمالها في حال تعطل أحد الإلكترودات الأصلية. لدينا الإلكترودات الخضراء وهي الموجبة، وفي الجزء الخلفي من الخوذة لدينا الإلكترودات السوداء وهي الإلكترودات الأرضية، ويتم وصلها بهذه الطريقة. نقوم بتأخير رأس المريض قليلا حتى نسهل عملية ارتداء الخوذة. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية النقطة CZ. لدينا هنا مشبكة أذن، من هذه الجهة نقوم بوصل الإلكترودات. أما هذه القطعة الفضية فهي إلكترود. نقوم بوضع اللصق أو الجل على هذه المنطقة الفضية أي الإلكترود،
نثبت المشبك بهذه الطريقة بالأذن، ثم نقوم بوصل الإلكترود. هنا لدينا جهاز إيويف، وهو جهاز صغير وخفيف الحجم. بالأعلى لدينا زر التشغيل، إذا ضغطنا مرة واحدة يقوم بالتشغيل، وإذا ضغطنا 3 أو 4 ثواني فهو يطفئ الجهاز. كما توجد هذه الفتحة الكبيرة، وهي مخصصة لبرمجة الجهاز عن طريق الشركة حصرا. أما الفتحة الصغيرة فهي فتحة USB معدل الشحن ولوصل الجهاز بالكمبيوتر. أما هذه الفتحة الصغيرة فهي للوصل بالأرض، وذلك لتجنب التشويش على الآلة. بأسفل الجهاز لدينا 3 منافذ مرقمة معدل الوصل بالأسلاك الموجودة بالخوذة. بالجهة الخلفية يوجد مشبك لتثبيت الجهاز بثياب المراجع. كما نجد المودل وتحته الرقم التسلسلي للجهاز. يتم تثبيت الجهاز بثياب المراجع بهذه الطريقة. يتم وصل السلك الأول من الخوذة بالفتحة الأولى، وهكذا السلك الثاني، وثم أخيرا السلك الثالث. لدينا هنا محلول جل ما فوق الصوت، وهو يستعمل لإجراء تسجيلات EEG، وهو منخفض التكلفة. نقوم بتعبئة المحلول بالحقنة، ثم نقوم بوضع الجل أو المحلول لإجراء تسجيلات EEG. بالبرنامج نختار قائمة تيمبليت، ثم Evaluation 19 كانال. إضافة إلى ذلك نقوم بإضافة الجهاز عن طريق البلوتوث، وذلك بالمرة الأولى فقط. نقوم باختيار ديفايس، تأتي لنا هذه النافذة، نختار E-Device Search، وعلى الجهة اليمنى نختار Search حتى يقوم البرنامج بعملية البحث، ويأتي لنا رقم الجهاز الذي رأيناه سابقا. نقوم بالضغط على زر بلاي الملون بالأحمر. نلاحظ أن البرنامج انطلق بالتسجيل. نرى أن التشويش كبير. نقوم بحقن الجل أو المحلول بالنقطة الخلفية Ground، كما يتضح لنا بالصورة، ثم نتابع عملية حقن الجل بالإلكترودات أو القنوات المختلفة حسب الترقيم، ونشاهد هنا كلما نضع الجل بأحد القنوات يصبح التسجيل بناحيتها صاف ومنعدم التشويش. المناطق التي ترون فيها تشويش لم يتم وضع الجل فيها بعد. إلى أن نصل إلى هذه المرحلة
حيث ينعدم التشويش تماما. نقوم بالضغط على يوزر لإضافة ملف للمراجعة، ونقوم بملء المعلومات حسب ما يتبين لنا بالنافذة. بعد أن نكمل ملء المعلومات المتعلقة بالمراجع، نذهب إلى الجهة اليمنى إلى Select Client ونختار هذا المراجع الذي قمنا بملء معلوماته، ثم بComments نقوم بوضع ملاحظاتنا المتعلقة بالتسجيل. لحفظ التسجيل بذاكرة الكمبيوتر نقوم بالضغط على Save Enable. نقوم بالضغط مجددا على زر Play ليقوم بإجراء التسجيلات لمدة 4 دقائق. نقوم بإجراء تسجيل وأعين المراجع مغلقة، ونقوم بإجراء تسجيل آخر وأعين المراجع مفتوحة. نشكركم على متابعة الفيديو. لمزيد من المعلومات التحقوا بنا على الموقع www.sciencebeam.com.